السلام عليكم أعزائي المتابعين في فيديو جديد. اليوم سنشاهد لحظات مرعبة وموثقة لهجومات متفرقة من حوت الأوركا على مجموعة من الصيادين على السواحل المغربية. هذا الحوت الضخم المعروف بذكائه أصبح يستغل موسم هجرة سمكة التونة لكي ينعم بصيد سهل ودسم على مشارف مضيق جبل طارق. أصبحت حيتان الأوركا تنتظر حتى تعلق أسماك التونة في خطافات الصيادين المغاربة لتهجم عليها وتبتلعها بكل سهولة دون عناء، الشيء الذي أثار حفيظة الصيادين المغاربة الذين لا حول ولا قوة لهم لمجابهة هذا الحوت الضخم المعروف بذكائه. فلنترككم مع تتمة الفيديو. قرب يا صاحبي قرب. يا رب السلامة. حرك حرك شي حاجة مصير حرك حرك باش ما يبقاش يدفعنا. كيفاش كيدفع الفلوكات؟ شوف شوف غيقلبنا. شوف يا رب السلامة يا رب يا رب السلامة يا رب يا رب السلامة يا رب. صافي هايداك ولا رجع حالك ليه كاع. ما تكسيريش يا محسن ما تكسيريش. خلصوا الفلايك مع بعضو. هاكي تابعين فينا. هاهم هاهم ثلاثة عندك 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 عندك. يا ربي السلامة يا ربي. يا ربي السلامة. سير سير لعندك سير لعندك. مرحبا يا 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 الله 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 كي يضرب هذيك الضربه عمو زيد شي حاجه نتاعك هي هذيك الضربه يا اخي تروح يا دابا ديها الضربين نتاعك. المهم هذه هي باطي الورده لاباس بنا هذا الرجال ساكن عنده فينا الخير. اما حنا كنا مشينا اليوم عندك 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 عندك. يا ربي السلامة يا ربي. يا ربي السلامة. ها المداخل ها المداخل. شوف 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 كيت 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 شوف. يا يا فلوكة ثانية هذه فلوكة
هو ترى يضرب فاضي الشارب صار بس يجي خوف منه خاو قولوا لي سوستاف والله هذا الشارب صار جوش اخسوا طلبات الدائره قولوا لي سوستاف وين في الورشيب تنشي سينا عنده خاو قولوا لي سوستاف قولوا لي سوستاف فقط لقد كي علي باتي رسال او لا هو فينا شنو هنا صاحب مشي مشي هاد الدور شي فينا وديك خانه خاب قال لك اش اللي عندنا اخشينا شفتك يا راجل مشي